لها أهمية خاصة في قلوب المسلمين الذين ينتظرونها من عام لآخر. ليلة هي خير من ألف شهر لما فيها من خير ومغفرة وعطاء. هي ليلة قدرها عظيم، فالله سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن الكريم. وفي هذه المناسبة الطيبة المباركة نستلهم معا الدروس والعبر، الحكمة والموعظة الحسنة. فهذه المناسبة ندعو من خلالها إلى التكاتف والتعاون والرحمة والمحبة وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يحاول البعض إلصاقها بالدين الإسلامي الحنيف ونهجه الوسطي المعتدل. وبالتالي علينا التصدي للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف وإعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية والتعاليم السامحة للدين الإسلامي والتعايش السلمي. إنها مهمة عظيمة يقوم بها علماء الأزهر الشريف الذين ينتمون إلى منبر العلم وواحة الوسطية والاعتدال، أولئك الذين تخرجوا من مدرسة يشهد لها الجميع بالوسطية أيضا والاعتدال. هذه المدرسة تخرج فيها كبار العلماء المستنيرين الذين طالما أثروا الفقه الإسلامي بآرائهم الرشيدة وفتواهم الواعية، أدركوا أن التجديد سنة كونية وأن الجمود مناقض لحركة الحياة وما تتطلبه من تغير مستمر.